ياسين إبراهيمي كانت عنده إحصائيات رهيبة مع فريقه، لكن ما شفناهش في المنتخب الوطني الجزائري. وش رأيك في الغياب؟ بالنسبة لنا حنايا نشوفوهم بلي أرقام رهيبة، بالنسبة لجمال بلماضي الكوتش جمال بلماضي هو يشوفها بدوطخ فيزيون، بالك عنده حاجة واحدة أخرى حاب يديرها بافيك التشكيلة هذه اللي استدعاهم، دوك ما تقدرش تعرف.